والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس. دكتور، يعني يتوافد الآن قادة الدول الأفريقية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع في فعاليات اليوم الثاني من القمة الأفريقية الروسية، في ضوء فعاليات اليوم الأول وفي ضوء كلمة الرئيس بوتين، في رأيك ما الذي تنتظر الدول الأفريقية من دعم واضح من قبل روسيا في أعقاب هذه القمة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وعايزين نقول إن دي قمة، يعني قمة هذا المنتدى الروسي الأفريقي، تعتبر من أهم القمم، وهي ثاني قمة حصلت في القارة الأفريقية من قبل روسيا، وأعتقد أن هي من القمم الهامة في خضم النزاعات والصراعات الموجودة في العالم، خاصة في القارة الأفريقية، والنزاع الروسي الأوكراني والغذاء والأمن الغذائي الموجود كمشكلة عالمية موجودة في العالم كله. أعتقد بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زاد من أهمية هذا المنتدى الروسي الأفريقي، وهي ثاني حضور للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حصل في منذ 2019. وأعتقد إن احنا هنا بنلاقي فيه حوالي 5 ملفات رئيسية لهذا المنتدى. أعتقد إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن هذه الملفات ومن ضمن هذه الأولويات اللي هتكلم عنها. واعتقد اول ملف من هذه الملفات هو التعاون العسكري والاستخباراتي والامني اللي موجود في القاره الافريقيه بين القاره الافريقيه وروسيا. واعتقد ان انت حضرتك تعلمي والساده المشاهدين يعلمون ان هناك جماعات راديكاليه ارهابيه يعني موجوده في افريقيا. اعتقد ان هناك اتفاقيات امنيه بين روسيا وبين عدد من الدول الافريقيه لمجابهه هذه العمليات الارهابيه ومجابهه الارهاب الموجود في القاره الافريقيه بمساعده روسيا. ثاني الهامه واللي اتحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتقد ان هي في الجولات وعلى طاوله المفاوضات هذا اليوم في المنتدى الروسي الافريقي، اعتقد ده ملف مهم جدا، وهو الملف الاقتصادي. وعايز اقول لحضرتك ان حجم التبادل بين روسيا وافريقيا وصل في عام 2020 ل 18 مليار دولار. وهنا في منافسه قويه جدا على المسرح الافريقي بين روسيا والصين والغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه. الصين حضرتك يعني اعتقد ان احنا بنلعب في حوالي يعني مثلا 500 مليار دولار حجم الاستثمارات بين الصين والقاره الافريقيه. نعم. اعتقد الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه بثت حوالي 600 مليار دولار. اعتقد ان الفرصه هنا كبيره جدا للجانب الروسي ان هو يبدا في التوغل الاقتصادي في القاره الافريقيه. ثالث ملف واللي بتبحثه كل القاده الافريقيه والزعامه والزعماء في القاره الافريقيه هو تامين الغذاء والامن الغذائي. والامن الغذائي هنا مشكله كبيره جدا لا تعانيه القاره الافريقيه فقط ولكن تعانيه معظم القارات. لكن من الواضح يعني دكتور سعيد ان الرئيس الروسي تحدث عن هذا الامر مشيرا الى عقود من الزمن كان فيها حاله من الثقه والتعاون المتبادل بين روسيا من جانب والدول الافريقيه من جانب اخر. في رايك روسيا في ظل الازمه الحاليه والصراع في اوكرانيا ستظل حريصة على الأمن الغذائي للدول الأفريقية؟ أعتقد أن هناك احنا قرأنا أمس وعلمنا أن هناك اتفاقية كبيرة بين روسيا والقارة الأفريقية. صحيح. في تصدير القمح، بالرغم ان القمح الروسي قمح يعني نعتبر ان هو قمح رديء شويه عن القمح الاوكراني، ولكن اعتقد ان هو هيحل ازمه تصدير القمح في القاره الافريقيه. واعتقد عايز اقول لحضرتك ان مصر يعني مصر رسمت سيناريوهات لهذه الازمه، ازمه القمح، واعتقد ان هذه السيناريوهات تدرس. احنا درسنا ان هناك 13 دوله في العالم ممكن ان احنا نستورد منها قمح وليس اوكرانيا فقط. اعتقد ان طبعا احنا عارفين ان انسحاب روسيا في اتفاقيه تصدير الحبوب، وده بناء عايز اقول لحضرتك ان سحب روسيا من اتفاقيه تصدير الحبوب في البحر
الأسود جاء من دعم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا ومدها بالذخائر العنقودية اللي تم إرسالها إلى أوكرانيا منذ حوالي أسبوعين، وأعتقد أن دي مشكلة كبيرة جدا تؤرق روسيا في استخدام الذخائر العنقودية، على إثرها تم انسحاب أو ردت روسيا بانسحابها على اتفاقية تصدير الحبوب، ولكن من ثم هناك اتفاقية كبرى بينها وبين القارة الإفريقية في تصدير هذه الحبوب، و زي ما بنقول يعني ارتفاع معدل الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، فمن هنا تضمن روسيا وجود أمن غذائي كافي للقارة الأفريقية. طيب، لعل ما تفضلت به دكتور سعيد فيما يتعلق باتفاقية تصدير الحبوب وما حدث فيها من أزمة يطرح فكرة الدعم المتبادل فيما بين الشراكة بين أفريقيا وروسيا. رئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية مصر لأولويات هذه الشراكة الأفريقية الروسية وتضمنت عدة محاور من بينها تعزيز السلم والأمن في القارة بما في ذلك ملف إعادة الأعمار والتنمية بعد النزاعات. كيف في رأيك يمكن تحقيق ذلك بالتعاون بين روسيا وأفريقيا؟ أعتقد أن روسيا لم ولن تجد سوى مصر لهذه الاتفاقيات. احنا مصر من حوالي اسبوعين حضرتك تفتكري احنا شهدنا مبادرة كبيرة جدا لحل الأزمة السودانية وأزمة دول ومؤتمر أو مبادرة دول الجوار بالنسبة للأزمة السودانية. أعتقد أن تفكير روسيا في جعل مصر هدف رئيسي في استخدام هذه المبادرة أو في استخدام مصر كمحور رئيسي لحل موضوع الأمن الغذائي وأيضا موضوع الأمن الموجود في القارة الإفريقية والقضاء على الإرهاب، عايز أقول لحضرتك إحنا يعني مصر ضريعة جدا في القضاء على الإرهاب، وأنا أفتكر في 2018 العملية الخاصة بالقضاء على الإرهاب في سيناء وبالتالي يعني مكان للتعمير. وفي ذلك يعني كان لمصر أيضا رؤيتها وحرصها على نقل تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى الدول الأفريقية. طبعا عايز أقول لحضرتك لو نفتكر مع بعض في المؤتمر في 2019 في شرم الشيخ مصر كمان مش برضو بتنقل الخبرة بتاعتها في مكافحة الإرهاب والمكافحة، وعايز أقول لحضرتك كمان مكافحة الهجرة الغير شرعية، ودي نقطة مهمة جدا 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 مكافحة الفساد. حضرتك لو تفتكر مؤتمر شرم الشيخ في 2019 نحن مصر هي التي نقلت كيف يحافظ المؤسسات الحكومية في القارة الإفريقية من الفساد الحكومي. احنا علمنا معظم الدول الإفريقية ازاي يكون عندها رقابة إدارية، في بعض الدول الإفريقية في 2019 لم يكن عندها رقابة إدارية ولم تكن تسمع عن يعني ايه مفهوم الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية. مصر في 2019 في هذا المؤتمر العظيم لو كلنا نفتكر علمت بعض من الدول الإفريقية ازاي اعمل هيئة للرقابة الإدارية. فأعتقد كل ده مصر عندها خبرة في مكافحة الإرهاب، مصر عندها خبرة في مكافحة الفساد الحكومي، مصر عندها خبرة في مصر عندها وكفاءة كبيرة جدا في فرض الاستقرار للدول المجاورة. على فكرة عايز اقول لحضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي محفل دولي او اقليمي او محلي دايما بيقول كده ان امن واستقرار مصر ياتي من امن واستقرار الدول الجوار اللي هي ليبيا السودان. حضرتك افتكري كده واحنا بنساعد غزة واعادة اعمار غزة كل دوت. اعتقد ان مصر وروسيا اعتقد ان روسيا علشان تشوف كل دوت وهذه التجارب العديده الكبيره اللي موجوده في مصر اعتقد ان مصر هي الاولى ان هي تكون يعني هي اللي يعني زي ما بنقول هي المسيطره على كافه هذه الاتفاقيات اللي حصلت بين روسيا والقاره الافريقيه. وما ننساش برضه دور مصر عند رئاسه الاتحاد الافريقي في 2019 والمشاريع الاقتصاديه العملاقه الكبيره، لا ننسى المشروع الاقتصادي الكبير الموجود في بين كيب داون بين جنوب افريقيا وشمال مصر في اسكندريه. فانا اعتقد ان هناك مشاريع عديده السدود التي تم بنائها بين مصر وبين تنزانيا. فاعتقد ان مصر حضرتك يعني زي ما بنقول ذات الرؤيه الثاقبه الاستراتيجيه الكبرى لروسيا بفرض هذه الاتفاقيات. طيب هناك دكتور سعيد يعني جانب سياسي وجانب اقتصادي في هذه القمه،
الجانب السياسي، يعني إذا ما ربطناه بما تتحدث عنه روسيا، هل يهمها دعم الاستقرار في القارة الأفريقية بما أن الرئيس بوتين أشار إلى أهمية دعم مبادرة إيجاد مكانة لائقة للدول الأفريقية في المنظمات الدولية التي تحدد مصير العالم وعلى رأسها بالتأكيد مجلس الأمن؟ شوف حضرتك، احنا عايزين نتكلم هنا في نقطتين. اول نقطه لحضرتك، روسيا وبوتين يرى في استقرار وامن القاره الافريقيه استقرار وامن بالنسبه له. يعني انا لو ضمنت ان هناك استقرار في الدول هضمن ان انا يكون فيه، لان زي ما بيقول كده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستثمر الاجنبي لا يهمه غير الاستقرار الامني والاستقرار الاقتصادي. لو لقيت استقرار امني هقدر انا كمستثمر اجنبي وكروسيا، لان روسيا عايزه تستثمر وعايزه تستوطن او تعمل توطين للصناعه في القاره الافريقيه، وانا اعتقد ان مصر هيكون محور اهتمام بتوطين الصناعه الروسيه في مصر، زي ما كانت مصر حاجة مهمة جدا في توطين الصناعة الصينية وتوطين الصناعة في كوريا الجنوبية. لو نفتكر زيارة رئيس كوريا الجنوبية في 2022 وصناعة وبناء مصانع للطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ده جانب من الجوانب. في جانب سياسي آخر، إن روسيا بتضمن حضرتك في القارة الأفريقية 54 دولة، 54 دولة في الأمم المتحدة لها أصوات موجودة في الأمم المتحدة. أعتقد أن روسيا هنا بتعمل على تأمين أكبر عدد من هذه الأصوات بسبب إدانة روسيا لهذه الحرب الروسية الأوكرانية. فأنا أعتقد أن هي روسيا من ضمن المحاور الهامة اللي بتلعب عليها روسيا ضمان ال 54 صوت من الدول الأفريقية الموجودين في هذه القارة لأي تصويت عن خاص بالحرب الروسية الأوكرانية. نحن نسمع أن ممكن يكون في عمليات إجرامية في الحرب، استخدام القنابل العنقودية، ممكن يكون في استخدام قنابل أخرى في أشياء أخرى. فأعتقد ضمان روسيا وعمل هذه المصالحة الاقتصادية بين القارة الأفريقية وروسيا، أعتقد أن هو ده ضمان لل 54 دولة في التصويت في الأمم المتحدة لصالح هذه الحرب. دكتور سعيد، لماذا أسميتها بالمصالحة الاقتصادية؟ هل هي يعني ضمانة ما تطرحه هذا الطرح السياسي، هل هي ضمانة لتفعيل اتفاقيات الشراكة بين أفريقيا وروسيا؟ لأن روسيا دائما تبدي رغبتها في الدعم الاقتصادي لمختلف دول القارة. أيوة، أعتقد أن هي فعلا مصالحة، لأن هذه يعني عايز أقول لحضرتك هذه المبادرة والاستثمار في القارة الأفريقية يعني لم يأتي إلا بعد، يعني بعد ما شفنا الصين وبعد ما شفنا الولايات المتحدة الأمريكية بتأتي للاستثمار في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية عميلة جدا بالثروات، ودايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول لك ان هنا في الرو ماتيريال او المواد الخام اللي موجودة في القارة الأفريقية، واحنا عايزين نوطن. يعني ايه توطين صناعة الأفريقية؟ يعني انا ما احضرش المادة الخام بره. اعتقد ان روسيا هنا في مصالحه اقتصاديه. لو تفتكري من حوالي شهرين حضرتك الساده المشاهدين، روسيا يعني خفضت حجم الدين بالنسبه للقاره الافريقيه، حجم الديون اللي بالنسبه للقاره الافريقيه مع روسيا بدات ان هي تخفضه، في اشاره الى ان هناك مصالحه اقتصاديه، او نقدر نقول مصالحه اقتصاديه وانتباه للقاره الافريقيه، ان ممكن ان انا اجي هنا واستثمر واعمل مشاريع اقتصاديه. ويعني مش الولايات المتحده الامريكيه ولا الصين ولا الاتحاد الاوروبي هو الذي يفوز بالثروات الطبيعيه والمواد الخام في القاره الافريقيه. القاره الافريقيه حضرتك عامره جدا جدا جدا. اعتقد ان هذه المصالحه لم تاتي الا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه لضمان تصويت ال 54 دوله، ومن ثم علشان اضمن ال 54 دوله يبقى لازم يكون في هناك جوانب اقتصاديه في مشاريع اقتصاديه، لازم اعمل امن غذائي لهذه القاره، لازم اشوف ايه هي المشاريع. خلي بال حضرتك ان القاره الافريقيه هي القاره الوحيده الشابه في الخمس قارات. صحيح، هي القاره الوحيده الشابه، 65% من عدد سكان القاره الافريقيه شباب، مش هتلاقيهم في الاتحاد الاوروبي، مش هتلاقيهم في قاره، في اي قاره من القرى. احنا بنسمي قاره اوروبا القاره العجوز، وبالتالي القاره الافريقيه مهم جدا ان انا اعمل على تخفيض نسبه البطاله، ودي شيء رئيسي ومهم جدا للقاره الافريقيه، ان انا اقلل من نسبه البطاله. طب هقللها ازاي؟ هقللها من جذب المستثمر الاجنبي الخارجي، ومن ثم انا عند الصين، عند الولايات المتحده الامريكيه، لما تيجي روسيا كمان اعتقد ان هي نرجع تاني ونقول المفهوم اللي حضرتك قلتيه او اللي احنا قلناه، هي فعلا مصالحه اقتصاديه بين القاره الافريقيه وروسيا، وبين روسيا ايضا والقاره الافريقيه. هذه المصالحه يعني تشمل
تبادل كثير او تبادل مصالح اقتصاديه كثيره، زي تخفيض نسبه البطاله، زي ضمان تصويت ال 54 دوله في مجلس الامن، زي مثلا اقامه مشاريع اقتصاديه توطين الصناعه الروسيه في 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 القاره الافريقيه، وانا اعتقد كمان جزء منها السيطره، مش السيطره، تبادل الغاز المسال في القاره الافريقيه. احنا برضه احنا عندنا في مصر يعني في شمال افريقيا مصر الوحيده اللي عندها مصنع LNG اللي هو اساله الغاز اللي موجود في القاره الافريقيه. اعتقد ان ممكن يكون هناك في تصدير ايضا للغاز، وفي في عقد شراكات، بما ان مصر يعني بتطمح ان هي تكون البورصه العالميه الموجوده في تسعير المتر المكعب للغاز الطبيعي في شرق البحر الابيض. طيب هناك دكتور سعيد، نعم دكتور سعيد، يعني من ضمن التحديات تحديات التغير المناخي، وهذه التحديات كانت من ضمن الرؤيه التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لاولويات التعاون فيما بين افريقيا وروسيا. هذه ليست المره الاولى التي يشدد فيها الرئيس على ضروره التعاون الدولي مع افريقيا لتخطي تداعيات التغير المناخي. كيف يتم ترجمه ذلك لخطوات جاده وصادقه؟ لان هذا الامر يحتاج الى توفير التمويل اللازم لدعم الدول الافريقيه. شوفي حضرتك، احنا في كوب 27 في مبادرات جميله جدا اتعملت لم تحدث في اي مؤتمر مناخ. على سبيل المثال لو حضرتك تفتكري مع بعض يوم الحلول، يوم الحلول ده كان يوم 3، انا اذكر في هذا المؤتمر. لا. هذا اليوم هو اليوم اللي احنا اتكلمنا فيه عن مبادره اسمها مبادره الصمود من اجل الامن المائي في القاره الافريقيه. وهذه المبادره مبادره الصمود ولم تحدث في اي مؤتمر مناخ من قبل. ده استشعار من الدوله المصريه والدور المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهميه الامن المائي الموجود ليس في مصر فقط ولكن ايضا في القاره الافريقيه ولكن ايضا كمان في العالم على مستوى العالم بسبب هذه التغيرات المناخيه. اعتقد ان احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال بيتكلم عن التغيرات المناخيه، ما زال بيتكلم عن الامن المائي، ما زال بيتكلم عن ازاي ان احنا نقدر نستفاد من الطاقه المتجدده وتخفيض الانبعاثات الكربونيه. اعتقد ان في اي محفل دولي بتلاقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم كده. عايز اقول على حضرتك على حاجه، ان مصر تعد من رابع دوله على مستوى العالم في جذب المستثمر الاجنبي في انتاج الطاقه المتجدده. يعني ايه الطاقه المتجدده؟ يعني ان انا اقدر ان انا انتج الهيدروجين الاخضر، وطبعا الهيدروجين الاخضر دوت بتتصارع عليه كل الدول، ولما لا ما يكونش في شراكه بيننا وبين روسيا في انتاج الهيدروجين الاخضر. لو نفتكر مع بعض حضرتك زياره رئيس وزراء الهند لمصر من حوالي اسبوعين وزيارته للمنطقه الصناعيه في محور قناه السويس من اجل بناء مصانع لانتاج الهيدروجين الاخضر والطاقه المتجدده في مصر، اعتقد ان كل دوت بيمثل اغراء لروسيا ان تعمل هذه الاتفاقيه. اعتقد ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شغله الشاغل برضه نقل هذه المحاور وهذه المعايير اللي بتتميز بها مصر في ظل التغيرات المناخيه، ان انا عندي مناخ جاذب جدا ان انا استثمر في الطاقه المتجدده، عندي مناخ كبير جدا ان انا يكون حل الطاقه المائيه او الامن المائي على مستوى العالم من مصر، وتطلع مبادره جميله جدا من مصر بحل هذا الموضوع ليس في مصر فقط زي ما بقول لحضرتك ولكن على مستوى العالم. اعتقد ان التغيرات المناخيه وتقليل الانبعاثات الكربونيه ووضع مصر في مصاف الدول الكبرى لانتاج الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر، اعتقد ده من اولويات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا زي ما بقول لحضرتك واحنا بنقول قبل كده، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط يعني رئيس بيروح يعرض مشاكل، ولكن هو يعني انا بديله كده مثال، هو مسوق استراتيجي للدوله المصريه. صحيح، وحاملا لهموم القارة أيضا طبعا، وده ليس وليد اللحظة، لا ده منذ 2019، منذ أن عادت مصر لقمة الاتحاد الإفريقي وعرفت الدول الإفريقية جميعا قيمة ودور مصر في حل النزاعات، في إقامة المشاريع الاقتصادية، في توطين الصناعات، في تصدير الغاز، في الصناعات الكبرى، في زي ما بقول لحضرتك يعني إحنا يعني حاجات كثيرة جدا الدول الإفريقية عرفت بهذه القيمة. فأعتقد زي ما أرجع أقول لحضرتك إن أنا دايما بوصفه بالمسوق الاستراتيجي، مش زي ما حضرتك بتقول إن هو بس يعني بيروح يعرض بس حاجة، ولكن هموم القارة الإفريقية، هموم المشاكل اللي موجودة عند النزاعات اللي موجودة في القارة الإفريقية، أعتقد إن دي شغل الشاغل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعتقد إن هو دايما بيسوق ليس فقط
لمصر، ولكن ايضا بيسوق للمشاريع الاقتصاديه للقاره الافريقيه، بدليل ان هو دايما بينادي بتوطين الصناعات. خلي بال حضرتك، مش الصناعه المصريه، لا، الصناعات الافريقيه في القاره الافريقيه. منذ تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصب للاتحاد الافريقي، وهو شغله الشاغل عدم تصدير المواد الخام خارج القاره الافريقيه، وازاي ان احنا نقدر نستفاد منها. خلي بال حضرتك، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النو هاو، انا هستفدت من النو هاو لما يجي المستثمر الاجنبي جوه عندي في القاره الافريقيه وفي مصر، وابدا ان هو يعلمني الصناعات ويعلمني الصناعه بتاعته، انا هستفاد ان انا هقلل من نسبه البطاله. وزي ما شاف يعني سياده الوزيره دكتوره هاله سعيد وزير التخطيط، قالت ان نسبه البطاله عندنا في مصر السنه دي قلت ل 7.3 حضرتك، 7.3 قبل 2011 يا فندم كانت 13%، يعني 13% من قبل 2011، احنا دلوقتي 7.4%. ده ان دل على وجود مشاريع اقتصاديه عملاقه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عايز ينقل بس التجربه دي في مصر، لا، عايز ينقل التجربه دي على على مستوى القاره الافريقيه، بحيث ان يكون في توطين للماده الخام اللي عندي. ما صدرش الماده الخام، المستثمر الاجنبي يجي يبني المصانع بتاعته ويبدا ان هو يشغل العماله اللي عندي، يقلل من نسبه البطاله، يزود من الدخل القومي، الناتج المحلي، تبدا القاره الافريقيه تكون هي اولى القارات الافريقيه، والاتحاد الافريقي يعني ذو مهابه كبيره بين الاتحادات الاخرى زي الاتحاد الاوروبي والحاجات. طيب، ليس فقط توطين الصناعه، بالتاكيد توطين الصناعه امر شديد الاهميه، لكن نقل التكنولوجيا، اذا ما كنا نتحدث تحديدا عن أهمية الجانب الروسي ودعمه لدول القارة الأفريقية. شوف حضرتك، أنا يعني برضو أنا عايز أرجع أقول لحضرتك إن يعني دايما نرجع كده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو ده النموذج اللي يعني بيعرفنا إزاي نمشي في أي مجال. لو تفتكر حضرتك والسادة المشاهدين يفتكروا خطاب عيد العمال، كان خطاب عيد العمال دايما يعني قاصر بس المنحة يا ريس وكلام، ولكن تغير خطاب عيد العمال منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، ومنذ 4 سنين يعني تقريبا، وبدأنا نتكلم عن التكنولوجيا، وبدأنا نتكلم عن تدريب العمالة المصرية. احنا عملنا مصانع الروبيكي، وعملنا مدينة الدواء، وعملنا مدينة، عملنا مشاريع اقتصادية كبيرة جدا، ولكن تخيل حضرتك لو هذه المشاريع، طبعا احنا نقيسها بقى في القارة الافريقية، لو في مشاريع للقارة الافريقية، ولكن هذه المشاريع بتحتاج لتكنولوجيا حديثة. طب التكنولوجيا الحديثة هو مين هيشتغل عليها؟ العامل اللي في المصنع. ولذلك الشغل الشاغل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب عيد العمال هو تدريب العمالة المصرية على هذه التكنولوجيا، لأن العمالة لو ما اتدربتش على هذه التكنولوجيا المصنع مش هينتج، المصنع مش هيضر عائد، أو العائد بتاعه الخارجي مش هيكون فيه كمية كبيرة أحس بالتكنولوجيا اللي أنا استخدمتها. وبالتالي نحل هذا الموضوع تدريب الشباب. طيب، ونحن نتحدث معك دكتور سعيد، اسمح لي أن أنوه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين يتوسطان القادة الأفارقة في صورة تذكارية التقطت الآن في فعاليات اليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية. تفضل. يعني اعتقد ان كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس اللي بيتقال على مصر نفس اللي بيتقال على القاره الافريقيه. خلي بال حضرتك، احنا دربنا شباب كتير جدا من القاره الافريقيه، الاكاديميه الوطنيه للتدريب قامت بدور مهم ورئيسي جدا في تدريب الشباب الافارقه على الاداره، على القياده، على كثير من مجالات العمل، واعتقد كان في تدريب كمان مدني في بعض المصانع اللي موجوده عندنا في مصر، فاعتقد ان مصر كان ليها دور كبير جدا، وده كمان من الشغل الشاغل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو في حمل الهموم والمشاكل الموجوده في القاره الافريقيه. كمان بمناسبه النصب التذكاري اللي حضرتك بتتكلمي عليه، كمان الصوره التذكاريه، الصوره التذكاريه اعتقد ان ايضا هناك تعاون ثقافي برضو مشترك بين القارة الإفريقية وروسيا، أعتقد أن هيبقى هناك أفلام مشتركة. إحنا عندنا حضرتك يعني زي ما بنقول كده مناظر طبيعية وطبيعة خلابة جدا في القارة الأفريقية، عندنا في المغرب، عندنا في شمال إفريقيا، عندنا في مصر نفسها، عندنا في السودان، عندنا في أماكن كبيرة جدا. أعتقد أن هيكون هناك أيضا من الملفات اللي هتبحث في هذه القمة هو التعاون الثقافي وإنتاج أفلام مشتركة، ويكون في دراما أكثر مشتركة في هذا الموضوع.
واعتقد ان ده هيدي برضه ثقل. خلي بال حضرتك، انا عايز اقول لحضرتك احنا عرفنا كوريا الجنوبيه وكوريا من القوى الناعمه من المسلسلات والاغاني والكلام، كذلك لابد ان القاره الافريقيه تستثمر لكن اللي موجوده مع روسيا ونبدا في انتاج دراما افريقيه ونستغل. ارجع تاني واقول لحضرتك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ القوى الناعمه من ضمن الاساس ومن ضمن الاليات اللي موجوده في مصر لمعرفه العالم ان هنا في استقرار وامن. احنا بنعمل مؤتمرات شرم الشيخ وبنعمل مؤتمر الاسلام وبنعمل مؤتمرات الشباب عشان ايه؟ مش يعني عشان نناقش القضايا بتاعتنا وعشان نثبت للعالم ان هناك في امن واستقرار موجود في الدوله باستخدام القوى الناعمه. اعتقد ان استخدام القوى الناعمه ايضا في القاره الافريقيه وعمل هذه النماذج الثقافيه كالدراما والافلام مع روسيا او غيرها او سواء اذا كان الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه لابد من بروز القوى الناعمه لمعرفه العالم كله ما هي القاره الافريقيه وما هي ثقافه القاره الافريقيه وما هي الحضاره، حضاره ليست حضاره لا بل حضارات موجوده في القاره الافريقيه بين الدول الافريقيه بعضها البعض. لابد من استغلال القوى الناعمه. وخلي بال حضرتك احنا برضو صحاب التجربه الاولى في استخدام القوى الناعمه بالنسبه لمصر بالنسبه وتصديرها للعالم. اعتقد ان احنا هنكون التجربه والنموذج الامثل للقاره الافريقيه ان هي تقدر تستخدم هذه القوى الناعمه وتصدير ثقافتها وحضارتها الى دول العالم ومن خلال هذه الثقافه نقدر نعرف ما هي الاقتصادات الموجوده في القاره الافريقيه والجوانب السياسيه ايضا الموجوده. دكتور سعيد، يعني تحدثت عن اتجاه مصر نحو انتاج الطاقه المتجدده والاقتصاد الأخضر وهو توجه تحاول الدول الأفريقية أن تنتهجه أيضا. ما تحتاجه الدول الأفريقية من دعم من روسي لمشروعات، هل تتركز في مشروعات الاقتصاد الأخضر أم المشاريع الرقمية بما أنها يعني الوسيلة الجديدة لاستغلال ثروات القارة وليس فقط ثرواتها الطبيعية ولكن ثرواتها من الشباب؟ تحدثت عن أن أفريقيا هي قارة شابة وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى عدد من المشاريع الرقمية التي تخدم شباب القارة. شوف حضرتك هنا أنا عايز أتكلم عن التنمية المستدامة 2030 على مستوى العالم واللي أقرتها الأمم المتحدة واللي من ضمنها التحول الرقمي. أنا عايز أقول لحضرتك أرجع برضو وأقول لحضرتك والله والله إحنا مصر نموذج ويعني يحتذى به العالم. أنت عارف حضرتك إن إحنا الدولة الوحيدة اللي في أفريقيا العربي اللي بتعمل تقارير طوعيه للتنميه المستدامه اللي بتحدث دايما من الرؤيه بتاعتها 2030. يعني احنا دلوقتي بنعمل التقرير الطوعي رقم 3 في وزاره التخطيط مع الدكتوره هاله سعيد بحيث ان احنا نعمل تقرير طوعي وبنغير من رؤيه مصر 2030 اللي من ضمنها التحول الرقمي والتسارع نحو التكنولوجيا الحديثه. وعايزين كمان نضيف حاجه مهمه جدا، الذكاء الاصطناعي يا فندم. الذكاء الاصطناعي واهميه الذكاء الاصطناعي، أنا عايز أقول لحضرتك إن في دراسة في جامعة فيرجينيا في 2018 قالت اللي مش هيقدر يستخدم المواد الموارد الخام أو المواد الخام اللي موجودة اللي هي الرو ماتيريال اللي موجودة عنده في الدول بتاعته، الدول الأكثر تكنولوجيا واللي هتعرف تستخدم هذه المواد اللي هتطلع البترول واللي هتستخدم المنجنيز واللي هتستخدم الذهب، احنا بالبرامج بتاعتنا كالذكاء الصناعي احنا ممكن نعمل دول فيدرالية لهذه الدول المتقدمة تسيطر على هذه الدول. يبقى حاجة مهمة جدا ان انا استخدم التكنولوجيا زي ما حضرتك قلتي اهمية الذكاء الصناعي، خاصة ان لروسيا خبرات في المجال الزراعي على سبيل المثال في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة. شوف حضرتك روسيا بتستخدم برنامج مهم جدا جدا في الذكاء الاصطناعي، اتمنى ان هو ينقل الى القاره الافريقيه وتستخدمه القاره الافريقيه وايضا مصر. عارف حضرتك البرنامج دوت بيعمل ايه؟ البرنامج ده بيعمل كشف عن تنقيب عن المياه الجوفيه اللي موجوده في الصحراء، اضف الى ذلك ان هو بيشوف الارض البور اللي هي مش مستغله او مش مستصلحه وبيبدا يقول لحضرتك هذه الارض انا ممكن استغلها واستصلحها ازاي؟ ان انا اقدر استغلها ازرعها يا اما قمح، ازرعها قطن، ازرعها شعير، ازرعها قصب، ازرعها. ده بالذكاء الاصطناعي، ده برنامج عاملاه روسيا في المجال الزراعي. اتمنى ان هذا البرنامج من احد البرامج الهامه في الذكاء الاصطناعي في تعمير الاراضي الزراعيه مره اخرى، لان القاره الافريقيه احنا يعني يا فندم احنا عندنا الدلتا بين النيل الازرق والنيل الابيض في السودان، لو بدانا ان احنا نزرعها قمح بهذه التكنولوجيا، وخلي بال حضرتك لم ولن تزرع الا بالعماله المصريه والفلاح المصري لجوده وخبره العماله المصريه في هذه الزراعه،
حضرتك القمح اللي في هذه المنطقه لو تم زراعه قمح هيصيب بالعالم العربي ممكن نعم. لذلك تكنولوجيا كبيره جدا في الذكاء الاصطناعي وخاصه في استصلاح الاراضي الزراعيه، مهم جدا ان انا استغل هذا الموضوع وابدا ان انا انميه وابدا اشوف الاراضي الكتير اللي موجوده في القاره الافريقيه ولم يتم استصلاحها وابدا اشوف، لان البرنامج ده زي ما قلت لحضرتك قادر ان يقول الارض دي ازرعها كذا بدل ما انا اروح ازرعها بطريقه ثانيه او بمحصول اخر ويبدا المحصول يفشل، لا هو قادر ايضا على استخراج المياه الجوفيه من باطن الارض وتوفير المياه. فاعتقد ان هذه التكنولوجيا لابد ان تنقل الى القاره الافريقيه، وحاجه مهمه جدا ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي. كذلك ايضا عايز اقول لحضرتك الذكاء الاصطناعي في روسيا هناك برنامج بيتم استخدامه للتحديد والتنقيب عن النفط في باطن الارض والغاز في البحار بدون ان يكون في هدر بقى في الاموال وان انا اجيب شركه وتبدا ان هي تعمل تنقيب وتبدا ان هي تجيب المعدات والالات، لا انا في هذا البرنامج دوت بيقول لي ان هذا المكان في نفط، هذا المكان في غاز، والطاقه الاقتصاديه او المقدره او الكفاءه الاقتصاديه بتاعه هذا البيت تغطي التكاليف بتاعتي، ويبدا هنا عمليه الحفر ويبدا هنا استخدام واستغلال هذا البيت. كل هذه التكنولوجيا موجوده في روسيا، لابد ان انا استغل هذه التكنولوجيا وابدا ان يكون في اتفاقيات شراكه بين روسيا والقاره الافريقيه. وعايز اقول لحضرتك عشان احنا مصريين مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تمر هذه الاتفاقيات الا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان تكون الخبره المصريه موجوده في كل هذه الاتفاقيات لان احنا عندنا الخبره والكفاءه لاداره هذه الاتفاقيات. اشكرك الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه جامعه قناه السويس.